خبر فديتين طلبت لجان التفتيش المكلفة من وزارة الشباب والرياضة ومراجعة العقود التي تم إبرامها في اتحاد الكرة، وكذلك عمل جر لكافة العهد المستديمة والمؤقتة للوقوف على المخالفات تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. كان جمال علام رئيس اتحاد الكرة قد تمسك بضرورة تشكيل لجان تفتيش حتى يتم عمل محضر تسلم وتسليم الاتحاد بين اللجنة المؤقتة التي كانت تدير برئاسة أحمد مجاهد ومجلس جمال علام، والذي رفض تحميله مسؤولية العديد من المخالفات، ومن بينهما عجز الملابس الخاصة بالمنتخبات والتعاقد القديم مع إحدى شركات الملابس العالمية.